أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الحلقات إن شاء الله نتناول مبحث الخلافة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت الخلافة أو الإمامة من أهم أسباب الخلاف لدى الأمة، بحيث يرى كل فريق ضلالة غيره وهلاكه، فلا بد من كون الاستدلال على هذه القضية المتمثلة بالإمامة أو الخلافة، لا بد أن يكون الاستدلال عليها نفيا وإثباتا من الرصانة والقوة، بحيث تكون من الواضحات الجلية وتكون بيضاء ليلها كنهارها. وقطعا عندما نقول الاستدلال على الخلافة أو على الإمامة، لا نعني أننا نثبت أن هناك إمامة أو أن هناك خلافة، بل الأمة متفقة على وجود ضرورة لخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الكلام في الاختلاف الذي وقع بين الأمة. فمنهم من يذهب إلى أن الخلافة تتحدد وتتعين عن طريق البيعة أو عن طريق الشورى أو عن طريق القهر والاستيلاء، ومنهم من يذهب إلى أن الخلافة لا تتحقق إلا بالنص. فمن ذهب إلى أن البيعة أو الخلافة تتحدد بالبيعة وبالشورى وبالقهر والاستيلاء، ما ذهب إليه أكثر أبناء العامة أي أهل السنة. ومن ذهب إلى أن الإمامة تتحقق بالبيعة، تتحقق بالنص، فهم أتباع مدرسة أهل البيت الشيعة الإمامية. وهنا حتى نقف على حقيقة الأمر، لا بد من مقدمات. هذه المقدمات تجعل السامع على دراية حول البحث الذي سيقع خلال هذه الحلقات. وسنتناول إن شاء الله في هذه المقدمات الأمور المتمثلة بتعريف الإمامة، وهل أن الإمامة من الفروع أو من الأصول، وبماذا تنعقد الإمامة، وما هي شروط الإمام. هذه المقدمات التي ستوصلنا إن شاء الله إلى النتيجة التي سنبحث عليها في هذه الحلقات. فنبتدئ في هذه الحلقة بالمقدمة الأولى المتمثلة بتعريف الإمامة. فنقول هناك تعاريف للإمامة. هذه التعاريف منها من ذهب إليه أتباع مدرسة أهل البيت الشيعة، ومنها من ذهب إليه بقية أبناء العامة. التعريف الأول الذي عرفت به الإمامة: الإمامة عبارة عن رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. التعريف الثاني: الإمامة خلافة عن الرسول في إقامة الدين، بحيث يجب اتباعه على كل حال وعلى كافة الأمة. التعريف الثالث: الإمامة نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا. التعريف الرابع: الإمامة خلافة عن الرسول في إقامة الدين وحفظ الملة، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. هذه أكثر التعاريف التي تداولت عند علماء الكلام لدى المذاهب المختلفة، لدى المذاهب الإسلامية المختلفة. وبالنسبة إلى التعريف الأول الذي هو عبارة عن أن الإمام رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، هذا التعريف يذهب إليه علماء الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت. أما بقية التعاريف الثلاث فهي التي يذهب إليها أتباع بقية المدارس المتمثلة بأهل السنة.
ومن خلال هذه التعاريف نجد أن الإمام معناه فيه أو تعريف الإمام إصطلاحاً هو الذي يتولى تلك الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه المقدمة الأولى تمكننا أن نقف من خلالها على معرفة الإمامة والمراد من الإمامة إصطلاحا. ننتقل إن شاء الله إلى المقدمة الثانية، وهذه المقدمة نستدل فيها أو نسأل سؤال في هذه المقدمة: هل أن الإمامة من الأصول أو أن الإمامة من الفروع؟ ذهب أهل السنة إلى أن الإمامة من الفروع، وجاءت تلك الكلمات في كبار علمائهم، وننقل بعض الأحاديث أو ننقل بعض الكلمات التي وردت في الكتب لدى كبار علماء أخواننا السنة بأن الإمامة هي من الفروع وليست من الأصول. قال الغزالي: اعلم أن النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات، وليس أيضاً من فن المعقولات، بل من الفقهيات. يقول أن الإمامة لا هي من المعقولات بل هي من الفقهيات، يعني أن الإمامة فرع وليس أصل، وهذا ما ذهب إليه أخواننا السنة. القول الثاني الذي يشير فيه إلى أن الإمامة فرع قول العامدي، قال: واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات، أي أن الإمامة من الفروع وليست من الأصول. قطعا هذه الكلمات أو العبارات التي ننقلها عن علماء أخواننا السنة ممكن الرجوع إليها إلى المصادر موجودة، يعني القول الأول اللي كان للغزالي ممكن للسامع أن يرجع إلى كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وبالنسبة إلى القول الثاني للآمودي ممكن الرجوع إلى كتاب غاية المرام في علم الكلام. وأيضا قال الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام: الإمامة وهي عندنا من الفروع، وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا. يعني يقول إحنا صحيح وضعنا هذه المبحث، مبحث الإمامة في علم الكلام، ولكن لا يعني أن الإمامة هي من الأصول وإنما هي من الفروع، ولكن وضعناها في علم الكلام تأسيا بمن سبقنا من العلماء، باعتبار أن سيرة العلماء كانوا يضعون مبحث الإمامة في علم الكلام، ولكن في الواقع هو يقول أن الإمامة هي من الفروع وليست من الأصول. وأيضا قال التفتزاني في كتابه شرح المقاصد، قال: لا نزاع في أن مبحث الإمامة بعلم الفروع أليق لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروع الكفايات، وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية. ثم يقول: ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية. إذن التفتزاني أيضا يقول بأن الإمامة هي من الفروع وليس من الأصول. قطعا هذا ما ذهب إليه أتباع بقية المدارس أهل السنة إلى أن الإمامة هي من الفروع. أما بالنسبة إلى أتباع مدرسة أهل البيت فذهبوا إلى أن الإمامة هي من الأصول وليس من الفروع. ولا يجوز، عندما نقول أن الإمامة هي من الأصول لا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها. أن مدرسة أهل البيت جعلوا أن الاعتقاد أن الإمامة من الأصول ولذلك لا يجوز فيها التقليد، وإنما يجب على الإنسان أن
يعني يكون فيها باحثاً مجتهداً حتى يتمكن من الوصول إلى الحقيقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.